السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحباب الصغار، كيف حالكم؟ لقد اشتقنا إليكم كثيرا، عساكم أن تكونوا بخير. معنا اليوم في مادة التربية الإسلامية للصف الأول درس جديد، هيا بنا لنتعرف. ولكن قبل أن نبدأ أريد منكم أن تحضروا كتاب التربية الإسلامية وتفتحوه على صفحة 74. هيا سريعا. درسنا اليوم هو حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وهو يحثنا عن التحلي بالأخلاق الحسنة. نعم، عنوانه البر حسن الخلق. سوف نتعلم أن نسمع الحديث الشريف وأن نستنتج أن البر هو كل عمل فيه خير، وأن نبين حسن الخلق من الأعمال الصالحة، وأيضا سوف نحدد السلوك الدال على حسن الخلق. هيا ننظر إلى هاتين الصورتين. من منكم يعبر عن أول صورة؟ ماذا يفعل هذا الولد؟ نعم، إنه يكرم الضيف ويساعد والده في إكرام الضيف. هل هذا عمل صحيح؟ نعم، أحسنتم. وانظروا إلى الصورة الأخرى. ماذا يفعل هذا الولد على جدار المدرسة؟ نعم، إنه يكتب على جدار المدرسة. هل هذا عمل صحيح؟ لا، بل علينا أن نحافظ على نظافة مدرستنا. تعالوا بنا نقرأ الحديث الشريف. أرجو منكم الاستماع جيدا حتى تستطيعون على حفظ هذا الحديث. عن النواس بن سمعان بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. رواه مسلم. هيا نذهب إلى معاني المفردات. ما معنى بر؟ البر بمعنى جميع الأعمال الصالحة، كل عمل صالح يعتبر بر. وحسن الخلق أي نتحلى بالصفات الحسنة. هيا نتعرف على أمثلة للبر. للبر أنواع كثيرة، كالصدقة وبر الوالدين والإحسان والتطوع. أما أمثال أو أمثلة على الأخلاق الحسنة: الأمانة والتعاون واحترام الكبير والوفاء والصدق. هيا نفهم الحديث الشريف. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحسن التعامل في القول والعمل مع الآخرين، أي يجب علي أن أتعامل مع الآخرين معاملة حسنة. أي ماذا أفعل يا معلمتي؟ نعم، أعاملهم معاملة حسنة، لا أقول لهم الكلام البذيء ولا أعتدي عليهم بالضرب أو بالشتم. وعلي أيضا أن أطيع والدي وأن أحترم أقاربي ولا أزعج الجيران وأن أتأدب مع معلمي. لماذا؟ لأنه من كمال الخير، أي أن الله سبحانه وتعالى يحب المسلم الذي يتخلق بهذه الأخلاق. هيا نستمع جيدا إلى هذه القصة. شاهدت المعلمة راشدا يجلس حزينا على أحد المقاعد في ممرات المدرسة، فسألته: ما بك يا راشد؟ لماذا لا تلهو مع أصحابك؟ ماذا لم تلعب معهم؟ راشد أجاب: لأنني أشعر بالضيق وعدم الرغبة في اللعب. المعلمة: لماذا يا راشد؟ راشد: لقد طلب إلي صديقي سالم مساعدته في تسميع ما حفظ من القرآن فرفضت فخاصمني وأشعر الآن بالضيق. المعلمة: حسناً، ماذا يريحك يا راشد؟ راشد: أن أعتذر له وأساعده.
المعلمة: ممتاز، إذن هيا بنا. هنا راشد كان يجلس حزينا وكان يشعر بالضيق، هل تعرفون لماذا؟ نعم، لأنه رفض مساعدة صديقه في تسميع القرآن الكريم. إذن ماذا يفعل كي يشعر بالراحة؟ أحسنتم، عليه أن يعتذر له وأن يقرر أن يساعده. ما أثر هذا العمل على المسلم عندما أنت تحسن إلى أصدقائك وتساعدهم؟ ماذا تشعر؟ نعم، أشعر بالراحة والسرور. أحسنتم. هيا نحدد الأعمال الدالة على حسن الخلق. حسن الخلق فقد، أي قول الصدق، قول الصدق. هل هذا يدل على حسن الخلق؟ نعم. السخرية من الآخرين؟ لا، هذا لا يدل على حسن الخلق. التعاون؟ نعم. والتزام النظام في المدرسة؟ نعم. ومساعدة الآخرين أو المحتاجين؟ نعم. وإزعاج الجيران؟ ها، عندما أزعج جاري، عندما أفتح التلفاز على صوت عال أو ألعب بالكرة في البيت، هل هذا يعتبر حسن خلق؟ لا. طاعة الوالدين؟ نعم، إنها من حسن الخلق. التشاجر مع الزملاء، عندما أتشاجر مع زملائي، لا يعتبر من حسن الخلق. أحسنتم، بارعين. هيا نلاحظ هذه الصور ثم نجيب على هذه الأسئلة. انظروا، جميع هذه الصور تدل على ماذا؟ نعم، تدل على الأعمال الصالحة. ما الصفة التي نطلقها على أخلاق هؤلاء الأشخاص بأن لديهم ويتحلون بحسن الخلق؟ والآن هيا بنا نجيب على هذه الأسئلة. يجب علينا أن نصل بين الكلمتين ومعناها. معنى البر، هيا يا بطل قم بالإجابة. هل معناها التحلي بالصفات الحسنة أم معناها الأعمال الصالحة؟ نعم، إنها الأعمال الصالحة. ما معنى حسن الخلق؟ أي التحلي بالصفات الحسنة. ممتازون، بارك الله فيكم. وها وقد وصلنا إلى نهاية شرح الجزء الأول من الدرس. أرجو من الله أن تكونوا قد فهمتم الدرس. أحبكم كثيرا واحرصوا على التحلي بالأخلاق الحسنة. يتبع إن شاء الله في الحصة القادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.